مشاهدين الكرام، مرحبا في حلقة جديدة من كونغ فو. نعم، لدينا حركات رائعة جدا جدا. مثلا إذا كان عدوك خلفك وورائك وأيضا هنا، ماذا تفعل؟ مثلا أراد أحد أن يضربك هكذا ورائك، ماذا تفعل؟ وهنا وهنا يريد أن يضرب، ماذا تفعل؟ تفعل هكذا فيضربان الآخر فكرة، وثم تضرب كالعادة كيف علمتكم، هكذا أو هكذا في عنقه أو هكذا تسحقونه، أو وأيضا في نقطة ضعفك أو هكذا كيف قلت لك تضع قدمه وثم هكذا. نعم، وأيضا يا مشاهدين الكرام الأعزاء، مثلا يأتي شخصا وأنت لا تعرف، حتى لو كنت تشاهد هذا البرنامج. نعم، وأيضا ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون إذا أتى شريرا وأنتم لا تعرفون؟ ماذا تفعلون؟ إذا يبدو قليلا لا يبدو هو، هذا يعني إنه شرير قليل، فلذلك ماذا تفعلون؟ تفعلون هذا، تزعجونه قليلا لكي يغضب، ثم أهلكم يعرفون أنه شرير ويطلبون الشرطة. نعم، وأيضا إذا كان هناك شخص من هنا ومن هنا ومن هنا ومن نفس الأشياء، إذا يريدون يضربون من هنا ومن هنا، تفعل مجددا هكذا ويضربون الآخر. نعم، وأيضا ماذا تفعلون إذا أتى إذا كان هناك ذبابة مزعجة جدا 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 جدا، تفعلوا نفسكم كأنكم ميتين، وثم يأتي على يدك ثم تضربون هكذا ويموت، تتخلصوا من الذبابة المزعجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله سترون الحلقة القادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. مع السلامة يا أصدقائي الأعزاء.